كنا بنقول إن الملائكة بتدبر الكون، مش ربنا بيقول في القرآن والمدبرات أمرا؟ فإيه المشكلة لما الأئمة يدبروا الكون زي الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى؟ يعني هو لما جبرائيل ينزل عبد عند رسول الله صلى الله عليه وآله ويقعد خادم أمامه ويكون قادر على أنه يولك الطغاة، فلما والمدبرات أمر على الملائكة حلو ونقبلها، لما المدبرات أمر على الرسول وآل البيت بقينا مشركين. ما احنا قلنا يا أسيادنا في خلقة قبل كده كانت موجودة زمان في عالم الذر، ربنا بيقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يبقى إذن أخذ على النبيين كلهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله منذ بدء الخليقة، لأنه الرسول كان نبيا وآدم بين الماء والطين والحديث موجود. إيه الإشكال في إن الرسول يكون أول الخلق وإنه يكون هو نور وإنه هو يدبر الأمر بأمر الله تبارك وتعالى زي ما ربنا قال على الملائكة في المدبرات أمره، وزي ما ربنا اتكلم على أخذ الروح ربنا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربنا بيتوفى الأنفس أهو، وربنا قال تتوفاهم الملائكة طيبين، ربنا قال هو يتوفى الأنفس وهو قال الملائكة توفى الأرواح. يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله يتوفى حقيقة وبأمر الله هؤلاء الأسباب التي تأخذ الروح ملائكة الموت. كذلك الأولياء والأئمة يقومون وكلهم الله في كونه فبأمره يعملون، زي ما قلت المدبرات أمرا على الملائكة فمفيش أي مشاكل خالص، اللي عنده أي إشكال يتفضل، لأن كل هؤلاء مخلوقين مربوبين وليسوا أرباب. لازم تعرفوا أن دي عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله،